بينما تتصاعد اعتراضات المحافظات الجنوبية على الموازنة، تصف حكومة واسط جداول القانون بالمجحفة. تحذيرات توقف المشاريع والحديث عن تخفيض حصة المحافظة وثقها لنا مراسلنا هناك سجاد العطية في هذا التقرير. تداول الموازنة الأخيرة جدلا واسعا في المحافظات الجنوبية ومنها واسط، مما دعا الحكومة المحلية لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاستحقاقات بأنه مشروع الموازنة اللي أقر من مجلس الوزراء وتوجه إلى مجلس النواب هنالك تخفيض وظلم كبير جدا للمحافظات، حيث أن محافظة واسط وباقي المحافظات لم تأخذ المبالغ المستحقة لها قانونا، وهاي راح تسبب لنا، عذرا استاذ، هاي راح تسبب لنا مشاكل في المشاريع المقترحه والمعده لخطه 24 واللي معده ومصادق عليها من مجلس المحافظه. نواب عن محافظة واسط سجلوا اعتراضهم الشديد على الجداول المالية، مؤكدين أن نسبة التخفيض تصل إلى 80% من موازنة المحافظة لهذا العام. يرون أن هذا التخفيض سيؤثر بشكل كبير على المشاريع التنموية والخدمية. التخفيض اللي حدث أنه موازنة محافظة واسط وصلت إلى 83 مليار بعد ما كانت 420 مليار في السنة الماضية. طبعا الموازنة تعرف أنها موازنة ثلاثية لثلاث سنوات، واجتنا جداول انه بها تخفيض هذه النسبه الكبيره جدا. احنا بدورنا كنواب عندنا مشاريع، المشاريع هذه مستمره، فاحنا ما نوصل المشاريع الى درجه الاندثار وبعدين هم نرجع مرتلخ هم ترجع تخصيصات ماليه. تخصيصاتنا مفاجئه، هي 83 مليار، وهذا ما يتناسب مع حجم السنوات السابقة. إذا أخذنا سنة 2021 كسنة معيارية، من 2021 لغاية 23 إحنا كان مجموع موازناتنا تريليون و54 مليار، وهذا أعطى فرصة بأنه تدرج مشاريع في المحافظة، بأنه يصير عمل في المحافظة نسبة للتخصيصات المالية اللي موجودة. فكان قرارنا بأنه السعي والضغط والتوجه إلى الرأي العام لزيادة تخصيصات المحافظة، وإن شاء الله هذا يصير بجهد الجميع. وتشير الحكومة المحلية في واسط إلى أن إمكانية تمرير هذه الموازنة المخفضة سينعكس بالسلب على تنفيذ المشاريع، مما يهدد بزيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المحافظة وسكانها. من مدينة الكوسة جاد العطية، الرابعة.